تناولت جلسة اقتصاد يستهدف المرأة التي أقيمت خلال الأسبوع الماضي على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، طبعا تحديات وفرص الاقتراب من تحقيق الشمول في الموارد البشرية، ولماذا يزداد مستقبل الاقتصاد العالمي اعتمادا على المرأة، وما هي فوائد مشاركة المرأة بشكل مساوي للرجل في القوى العاملة عالميا. طبعا أكيد راح نتكلم ونناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة إسراء اليامي، باحثة اقتصادية وعضو بجمعية الاقتصاد السعودية. حياك الله. طبعا أستاذة إسراء، خلينا في البداية نتكلم عن هذه المبادرة، مبادرة مستقبل الاستثمار. ليش يعني المرأة يعني الآن مساواتها بالرجل في هذا المجال له أثر عظيم برأيك؟ أكيد تعد تعلمها المحور الرئيسي في الاقتصاد، وتمكين مشاركتها في الاقتصاد تساعد على الازدهار في جميع القطاعات الاقتصادية. حلو أسراء. يمكن المرأة خاصة خلينا نتكلم عن الخليجية والسعودية، جداتنا زمان كانت لهم أملاك، وتكلمنا عن هذا الموضوع قبل كده، يعني كانوا داخلين في الاقتصاد نوعا ما الاستثمار بشكل أو بآخر، سواء كان تجارة أو سواء كان بيع وشراء أملاك معينة. لكن نتكلم الآن المرأة السعودية، وخاصة المرأة السعودية، فيما يحدث في طور تمكين المرأة، كيف أصبح لديها الاستثمار؟ ولكن بقوة ولي العهد، تعد نسيت. يمكن اللي تقصده عبير كيف ممكن تتمكن، يعني مع تمكين المرأة والأشياء اللي حصلت عليها المرأة، والتجارة زمان والتجارة الحين، صح، والأشياء اللي تصير، عرفتي؟ فصار الآن يعني شوي صار أسهل أن المرأة تخوض هالمجال وتساهم بنمو الاقتصاد مع الرجل، يعني ما نقدر نقول مساواة، بس على الأقل أنها نهضت فيها مع الرجل، مع نهضة الرجل. كيف ممكن هالأشياء صحيح؟ في حقيقة ترى هناك في اختلاف بين سابقا لم يكن هناك توسع مجالات المرأة، ولكن الآن ضمن مقولة ولي العهد، أنا أدعم السعودية ونصف السعودية نساء، لذا أنا مع النساء. فلذلك تمت رؤية 2030 لمشاركة الإمرأة وتمكينها في كفاءة العمل. استهدفت من نسبة 20-30% تمكينها في نسبة كفاءة الإمرأة في العمل. جميل جميل. طيب خلينا شوي نتكلم عن إدارة أو النساء، كيف أنهم يشغلون مراكز قيادية في الشركات على المدى البعيد. يعني زي ما تقولين الآن يعني هذه المبادرة ممكنها تأثر أو راح تأثر بالأصح على المدى البعيد، فكيف راح تأثر؟ تمتلك الإمرأة العديد من المقومات في قدرات العالم من الإبداع والمهارة. مدى مستوى النظر لديها لتحسين كفاءة العمل، فهي قادرة أن تستطيع أن توصل لمركز عائلي. لا، هو كيف راح يأثر؟ طيب يعني الحين احنا نبغى نعرف انه الان هذه المبادرات وهذه الاشياء، وزي ما حضرتك تفضلتي قلتي انه يعني الدعم اكيد موجود لها يعني من جميع النواحي من جميع القطاعات، انه نبغى يعني نطور من المرأة وقدراتها، قدرات المرأة في هذا المجال، فكيف هذا التطوير والدعم راح يأثر على المدى البعيد؟ يعني هل تشوفين انه يعني فعليا راح يعطيهم دافع، ويعني حتى الجيل اللي لسه الآن ما تخرجوا أو لسه ما عندهم شهادات ممكن أنه يأثر عليهم ويخليهم يتوجهون توجهات معينة، يصير عندهم هدف واضح بما أن عندهم هذا الدعم الكافي؟ نعم صحيح، هناك في دعم من رؤية 2030 لتمكين المرأة في الدخول لسوق العمل. نعم. وتمكينها، وهذا بيساعد على في الازدهار في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية. نعم. بالإضافة تصبح ماسكة مراكز قيادية عالية. جميل جميل. طب إسراء، هل المرأة مستهدفة اقتصاديا؟ نعم بكل تأكيد المرأة مستهدفة اقتصاديا. المرأة المحور الأساسي في المجتمع، وتمكينها في مشاركتها في الاقتصاد يدعمها في مستوى رفع الانتاج. يعني الاقتصاد العالمي بيزداد لأن المرأة موجودة فيه؟ نعم بكل تأكيد. جميل. فهي عضو فعال في المجتمع. طيب المرأة ما تركت مجال اللي دخلت فيه، تحسيها نجحت في أي مجال أو إيش أكثر مجال نجحها مثلا؟
هذا اعتماد المرأة عائد على قدراتها الإبداعية والمهارية في هذا النطاق. فلذلك المرأة نجاح المرأة في المراكز القيادية عائد على مدى فكرها لرفع كفاءة العمل. هي المرأة القادرة أن تستطيع أن توصل لمراكز قيادية في جميع أوجه الاختلاف في المجالات. طيب إسراء، خلينا شوي نتكلم عن تهميش المرأة في كل المجتمعات. يعني نفترض في مجتمع تهميش المرأة في يعني اقتصاديا او في سوق العمل، يعني ما يعطونها نبغى نعرف مخاطر هذا التهميش. يعني ايش ممكن يصير لو المرأة ما اخذت حقها وما يعني صار عندها دعم الكافي؟ صحيح، تعد المرأة جزء من هذا المجتمع. استبعاد المرأة لدخولها في النشاط الاقتصادي له ابعاد في انخفاض مستوى الدخل، وبالتالي كيف يكون لها ابعاد؟ شلون يعني تهميش المرأة راح يأثر على انخفاض خروج المرأة؟ باستبعاد المرأة من مؤسسة في النشاط الاقتصادي له تأثيرات، انه ينخفض مستوى الدخل. اذا انخفض مستوى الدخل لدى المرأة تنخفض لديها القوة الشرائية، وبذلك ينخفض نسبة الإنتاج. طيب كيف ممكن نساعد المرأة علشان هي تتميز وتتمكن؟ التعليم التحظى فيه الإمارة كان عامل أساسي في أنه يهيلها لدخول لسوق العمل، بالإضافة إلى تكوين منظومة تعزز الجوانب التعليمية والمهارية وتواكب احتياجات سوق العمل. جميل. طب إسراء، أنت عضو في جمعية الاقتصاد السعودية. صحيح. هل كان في دراسات على المرأة سابقا والمرأة في مجال الاقتصاد سابقا؟ هل في أي شيء أو دلائل أو حاجة معينة أو حاجة يعني أنتم متمكنين منها عشان توضح أنه في هذا الفرق الشاسع والكبير اللي قاعدين نشوفه الآن؟ صحيح، في هناك أثبت الدراسات أنه ما كانت المرأة ما كانت تأخذ حقها في المنشط الاقتصادي، ولكن مع هذا التطور وهذا الشيء الملحوظ المرأة كانت دخول المنشط الاقتصادي. نعم. إسراء، شوي خلينا نتكلم عن المهارات والمؤهلات اللي ممكن أنها تساهم أو تساعد المرأة في الدخول في هذه المجالات طبعا بكل قوة وثقة. يعني إيش الأشياء اللي أنت تشوفينها ما شاء الله من خلال خبرتك أنها تأهل هذه المرأة أنها تدخل سوق العمل والاقتصاد يعني بشكل عام؟ المرأة بكافة بوجه العام فيها لديها القدرة في القدرة الكافية تخوض تجربة في الدخول في النشاط الاقتصادي بكل كفاءة وجدارة. فهي استطاعت المرأة بنشاهد الآن المرأة قدرت تستطيع أن تدخل في جميع المجالات المختلفة، وهذا من يعتمد من ذاتها وقوتها لدخول هذا القطاع. طب ليش دائما بالاقتصاد نعتمد على المرأة؟ المرأة هي المحور الأساسي في العملية الاقتصادية، فالدخول للمرأة بيساهم كثير في رفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد. جميل. طب من وجهة نظرك إسراء، يعني دائم وفي كثير مجالات خصوصا مؤخرا بيقولوا أنه البنات والسيدات لما يدخلوا في مجالات سواء كانت شركة، مؤسسة، مشاريع خاصة بيبدعوا فيها. من وجهة نظرك إيش السبب وراء هذا النجاح والإبداع حق المرأة؟ الدعم وتمكين المرأة وتعزيزها ان هي المرأة تكون قادرة على الدخول في هذه المجالات، هذا بيعطي قوة للمرأة انها تكمل وتواصل هذا الاجتهاد. جميل. طيب إسراء، خلينا شوي نتكلم عن التحديات. يعني احنا يمكن ما تفصلنا في المهارات والمؤهلات اللي سألتك عنها من شوي، لكن بالحين نعرف التحديات اللي ممكن تواجه المرأة في الدخول في هذا المجال اقتصاديا. هناك تحديات كثيرة، فزي ما كنا في سابقا في اختلاف في دخول المرأة في العمل الاقتصادي، ولكن مع هذا الدعم في التعزيز ان المرأة تدخل في النشاط الاقتصادي وتكون عندها القدرة انها تدخل في هذا المجال، فهناك المرأة تستطيع ان يعني تحديات مثل زي ايش؟ مثلا يكون في مفاضلة او مفارقة بينها، ممكن تخاف، صارت دخول التحدي، ممكن قلة خبرة، وش الاشياء التحدي اللي اكبر لها؟ تحدي انها لما تتساوى مع رجل وتدخل في هذا النطاق، نعم،
تكون قادرة على إثبات نفسها وذاتها في أن هي تعطي أكثر إنتاجية في يعني ممكن يعطيها دافع تقصد. نعم جميل جميل, جميل. يعطيك العافية, شكرا لك, شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا, هلا بك. خلونا نطلع فاصل وأكيد راجعين مكملين.